أسأل خود. مرحبا بكم في فيديو جديد وتحدي جديد ومرحبا بكم وليداتي. هذه تالي جاني مكنة الطالعة طالعة الطالعة طالعة والتحدي هذا البحر بك وانا بتا. ولكن الخوت شحال من واحد تيقول لي شحال غادي نبقاو نشوفو البحر في التحديات بغينا نشوفو بغينا نشوفو زعما في المقاليب وفي الرياكشن علاش لا. المهم لو كنتو نتوما متفقين كومونتيرات قول لي اش كاين مرحبا بكم يا مرحبا بهم يا. المهم ان شاء الله بيكون معايا شي فيديو تاع الرياكشن نشوفو ردة الفعل ديالو على دوك الناس تاع تيك توك اللعيبات. المهم نخليو المفاجاه راه جايه ان شاء الله. المهم هذا الفيديو هو تحدي مشروبات. عرفتي شنو هو التحدي بارو؟ ما عرفتش ولكن زعما تحدي مشروبات مشروبات اه مشروبات ماشي مشروبات لا لا مشروبات مشروبات. المهم المشروبات راه كلشي عارفهم غادي نجيب ليه ثلاث مشروبات خاصو يعرفو شنو هما وتا هو بيجيب ثلاث مشروبات وخاصنا نعرف شنو هما. المهم عرفتو نتوما داكشي ديجا بارو راه غير حراقيه ديش كوارث على الاخر. انا مازال تنديرو معاه مزيان يجيبو شي تويشات زوينين ما يقصي حنا تيجيب لنا غير والله يوتي واو اللي كيشوف فيها العلم اي اي اي. المهم دابا واش مجد الطعر براسك موجود انا مجد ليش حاجه زوينه بعدا ولا مجد ليك داك الشيء يا وتري خو ما تخافش على خير. المهم الخوت قبل ما ننسى خاصكم ديروا واحد الحاجه اما هي بارا جيم ولايكو اشتركوا وتشاركوا معنا في القناه واش وصلكم كله جديد. المهم نخليكم مع دقيقات لانترو. المهم اخو نبداو على بركة الله دابا غنقول سكان تجيب لي مكونات المكونات هاد ما عارفهم فينق. المهم تا غادي نشربو ولا نشرب انايا خاصنا نستكشفو اش كاين في داك المكون وغادي نغمضو عينينا بطبيعة الحال موجودة بالعربية واجدة. يلا نبداو على بركة الله صافي. اول مكون الاول تاع بابا شدو بابا بيتي او زعما قول لي مازال باقي ما تشربش تا نقول هذيك خاصك تعرف اش كاين بهذيك المكونه بارو وهذا المكون الثاني اي صافي تاك ها قيسها نبداو ولا عربي شفتي بارو شربوا بارو صافي شرب شانو هذا المهم هذا كاين الماء ياك كاين الماء وسميتو ولا انت هذاك ديالك بوحدك كتهضر على ديالي انايا. المهم هذا اللي عندي انا فيه الماء بوحدو انت بارو واش كاين هذا فيه الكمون والبزار صافي هادشي اللي بان ليا هذاك الشيء هو هذاك زوينه عاود جرب واش تعجبو هذاك الشيء هو اللي عطاني الكمون والبزار صافي نقدر تحيد غبري غبري داكشي صافي حيدهم صافي حيد البار حيد هذا كوينة تاع العطرية الخيطة تاع العطرية هادشي هذا راه كلشي مكاينش فيه الكمون والبزار تاع هو كاين كمون والبزار التحميرة مخلط كلشي المهم واحد الزيرو انا راه جبتها هي هادي هذا هي بوحدو ياك تسمى الماء وفانيا ولكن فيه الماء داك تاع الفانيليا ديك الساعة كثير فانيليا لا خويا اش كثرها باش تعرفها المهم دابا زيرو زيرو ياك تا واحد المهم انا راه كاع هذوك القوام اللي كنتم راه جمعتهم قلت لك شي واحد بنينة بارو بيها بنينة هما كاع وصلوا والله إلا شربتو هذا راه خذ دابا نبداو بالمكون الثاني بارو دا معايا بعدا مزيان في المكون الأول جيب لي بعدايما أنا قصحت معاه ولكن هذا اللي بقاو يلا لا نحرقوا المراحل دابا يشوفوا من وين راسهم نبدا ولا سير سير الطار سير يلا وياك تشوف بلاتي بلاتي ما كاين بعدا الغش لا ناخذوا مع بنيتنا هذا المكون الاول تاع بابا شد بابا صافي هذا المكون الثاني تاع مروان شتي بعدا فاش بدا بحاجه سهله في الاول شوف 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 دابا شقيتها دابا
لا باش بقيتها باين والله الا بينا شقيتها واحد جوج ثلاثه سير والله الا شقيتها بحق الله هذا اتاي هذا هذا فيه الملحه ولا اشرب هو مرا ما كتشرب والو ما باليا والو وتربى الشاي تغش لي وتتغش مروان والله الا صبح حق الله ما ماشي بحالو والله الا شربت والله الا كنشرب فيه الملحه وفيه واحد طبيب فيه بعدا واحد الحاجه من بعدا ما داك القوام ما كاين لا قوام لا والو سم هاد واحد الحاجه ما عقلتش عليها صافي دابا ما عقلتي صافي ما ما عقلت عليها واحد الحاجه صافي ثلاثه علبي وعطيني عطيني وري صافي ما بقاش هاد الفولتاس ما عليك من غد نهار ولا زقاد تقول لي المكونات ما عرفتوش انا والله ما المهم كاين الملحه ولا ما عرفت انا الا بقيت نشرب انا الرئيسي ما عرفتيش صافي ما عرفتي والو الرئيسي ما عرفتيش ولا لا عرفتو ولكن يلا حيد حيد بالك شي ليا من دماغ والله الا مشى ليا من دماغي وحق الله اش حيد من دماغ دائما تشوبا هذيك قهوه والله الا مشات لي من بالي وحق الله انا كون جربتها غادي نقول لك القهوه ولا مشكله مشات لي من بالي وحق الله مشات لي من بالي فيه القهوه وفيه الخل وفيه الملحه بدل الملحه قلتها بعدا هذا جبتي لي اتي خلصت هذيك الساعه اتي خلصت معاه بعدا شي حاجه اش خلصت له هو شي حاجه زينه ياك انا بغيت نجيب لي زين هذيك الساعه جبت لي الماء بوحدو في الاول وانا جبت لي الماء ولكن غلطه مع فاني في الاول بانا حلوه هذا كاين فيه قلتي الخل والقهوه والملحه عرفتي تنشرب وخاف نبوح هنايا وحق الله حشاكم انا عندي المعده واحد شويه حساسه تيتا شتي بارك عندنا باقي دابا ندوز للمكون الثالث الخوت والنهايه مكون الثالث والنهايه ديك الباربيك وداك الشيء اللي كاين ما بغيتش نكثر عليك انا سير دابا واحد الزهره سير المهم الخوت دابا غادي ندوزو للمرحله الثالثه المرحله الثالثه صافي هادي هي الاخرى بار وجدتي لها راسك انا موجود ياك اه موجود اه ورق تحتي معايا في هذا الاخر هذا الله يوتي الله يوتي زربان بسم الله سير غمض عينيك والله بعدا ما غمض ما بارو غتغشني غمض ما بارو عندك تغشني موجوجين والله الا موجوجين واحد زوج ثلاثة يلا لا لا متخا بارو بربو لي اليوم بحق الله هادي كيفاش كيشرب ها مرة واحدة باش تعرف المكون انا عرفتو عرفتي انا ما تحطوش حتى الحيده زين هذا المكون هذا البحر والله لا زوين اطلع اين عبد الربا نسيت انا راسي والله لا نسيت المهم انا هذا 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 عصرة الليمونادة ياك هذا سهم هذا عصرة الليمونادة وانت بابا هذا الماء هذا الماء بوحده لا يمكن فيه معاه فيه شوية الفاني يمكن شنو هو؟ الفاني ولا معطيك ما عرفتيش المهم المهم الماء هذا بوحدو لا خاصك شنو المكون هذاك المكون هذا فيه هي الماء بوحدو هذا هذا تقول لي على هذا عمرك شتي الماء بحال هكا ولا اش قلتي اه هذا حسنا قلت لي اه صافي ماشي الماء بوحدو بارو هذا عرفتي شنو هذا هو هذاك هو هذاك اللي وانا صدقناه هذا تاع فيتامين سي شرب فين تمرون حبيب الله كنبرك معاك صافي سي بون باين هذا شفت وراه هي فيتامين سي كنت بحال فيتامين سي راه هي هذا بابا نشرب شي الماء مع ماء زينة قال لي الماء زعما راه ماء زينة عندها المذاق ديالها واخا المهم التعرض دابا التعادل دابا واش درته كيما مرض ليش البال دابا الخوت دابا التعادل تا واحد مربح انا خاصني ندير واحد الحل خاصني نزيدو شنو هو نزيدو المكون الرابع نشوف شكون اللي بيربح فينا بارو دابا الا ربحتك خاصني نحكم عليك بشي حاجه بارو بلا ما ندير شي حاجه في الديانه تاع الكليب دابا ها كيفاش مشكلك ديانه هذا بارو لا يزيد يزيد صافي شدي شي ما تشموش حتى نقول لكم بداو خاصكم ما تجيبوا لنا شي حاجه قاصحه خاري لي جديده قالت شويه الكفار ولا زربان يلا صافي شديتي مزيان كلاسي يلا واحد جوج ثلاثة
مروان حيد يدك باش يبان بلا راه كتشرب. أنتي المشكلة والله لا تنعرف اش كاين تما، ولكن تمشي ليا داكشي من راسي. داك المذاق اسمي داك المذاق تمشي ليا من راسي، سمية ديال تمشي ليا من راسي واحد الخطوة. ومن كاين الماء هنايا والزيت كاين ياك؟ اه زيت بوحدة خاصة على اخرى. اه لا ربي شباب زين عندك داكشي بابا انا شي زين قرنفل ياك؟ لا قرون في الله لا شي حاجه ما عقلتش على سميتها والله لا. انا عندي هنا واحد قديم نقول لكم اه شنو هي؟ انا عندي المنون. ايه هو المنون هذا راه العصر ديال المنون هذا بوحدو هو هادشي اللي كان المنون ديالو. المهم انا عندي انايا عندي هنا الماء والزيت وقرون في صافي صافي صافي. هذا هو جاوبك بابا صافي بصر بس نبقى هذا سميتو ليمون والمنون. خلطنا ليه كل شيء بمخاك عرف تحرنا خلط ليه كل شيء ما بدأت شيء تنقل دابا نعطو آخر آخر مهم أنا بدي المنون وديمون ما يزرينا ولا ما نعطي ما يزرينا أما حد لك الفوق كان بارو بنام بل يعين مني وليمون سيح يلا حي بشتشي نو 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 لا 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 ما بان لك ديك المنون دابا اش بان لك نحكموا عليه ولا ما نحكموش عليه. لا البربا نسيت انا نسيت البربا هو اللي كيعطي المنون. والله هادشي اللي زوين زوين ياك الله يعطيك الصحة بارو. المهم دابا راه بان نحكم عليك بارو اش بان لك ونحكم عليها الخوت نحكم عليها دابا سؤال عليها آية آية نحكم عليها ولا ما نحكمش عليها ها؟ بقى فيها با دابا نديرو معاه مزيان هاني هاني با عرف دوزو هاني دوزو هاني بناتي تيحلو خويا الله يودي. المهم انا ما تنحلش فيه سمعو هو ما تيحلش اه شنو مشاك. المهم الخوت نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله تحدي جديد ما عرفت. المهم كون انتم على القرص يا ماري ياك شنو المهم بارو راه غادي يكون غادي يكون ان شاء الله ان شاء الله لكن هذه فيديو طالعة ياك بارو طالعة المهم الخوت لا بكم الخوت تلقاو فيديو جديد شي حاجة جديدة وما تنساوش ابونا ولايك وكومنتر يا الله تلقاو فيديو جديد ان شاء الله. المهم السلام عليكم الله يعاونكم.